أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. يا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. يَا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله.